السلام عليكم، كيف حالكم؟ سترجا من زمان ريفيد جي في القناة مسلسل التاريخ لاعبين في الالتيميت تيم، وانا بهي الحلقة اللاعب الكرواتي المتألق اللي هو لوكا مودريتش، افضل لاعب كرواتي حاليا. انا مستغرب لغاية الان اني ما نزلت في هذه السلسلة، فاتمنى انكم تدعمونا بزر اللايك وتكتب لي تحت اي تعليق. فخلينا نبدأ على طول من لعبة فيفا 10. مثل ما انت شايفين ما نزلت له الا بطاقة واحدة بس، كان الريتنج عنده 81، كان يلعب في نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي. مثل ما انت شايفين افضل طاقة عنده اللي هي الدريبلينج 86، وعن الباصات 84، السرعة 81، والشوط 75. بطاقة جدا خرافية بالنسبة للريتنج 81. فهذا بالنسبة للعبة فيفا 10. ننتقل على فيفا 11. مثل ما انت شايفين عن البطاقة العادية الريتنج فيها 82، فصراحة بطاقة جدا كويسة، عن الباصات 85، الدربل 84، السرعة 79، سرعة تعتبر كويسة، والشوط 73 ايضا شوط مش بطال يعني. نزلت بطاقة انفورم الريتنج فيها 84، فعن الدربل 87، باصات 87، السرعة 82، والشوط 80. بطاقة جدا ممتازة الصراحة. نزلت له بطاقة سكند انفورم محول المركز اللي سي ام، فعنا الباصات 91، الدربلينج 91، الشوط 85، والسرعة 82. بطاقة اسطورية جدا الصراحة بالنسبة للوكا مودريتش، يعني عنا الباصات فوق 90 والدربل ايضا فوق 90. فهذا بالنسبة لبطاقات في لعبة فيفا 11. ننتقل على فيفا 12. مثل ما انتم شايفين بطاقته العاديه الريتنج فيها 88، ريتنج جدا خرافي الصراحه. فايضا كان يلعب يعني مع نادي توتنهام مركز كام، فعنا على طاقه اللي هي الباصات والدريبلينج الاثنين 86، وعنا السرعه 79، الشوت 76. صراحه بطاقه جدا خرافيه بالنسبه لبطاقه عاديه. نزلت بطاقه انفورم الريتنج فيها 89، فعنا الدربل والباصات الاثنين 88، السرعه والشوت الاثنين 80. صراحه بطاقه جدا ممتازه بالنسبه للوكا مودريتش، وهذا بالنسبه لبطاقته في لعبه فيفا 12. ننتقل على فيفا 13. مثل ما انتم شايفين انتقل الى نادي ريال مدريد الاسباني، ومن وقتها يعني الناس صارت تعرفه بشكل اكبر وصار مشهور اكثر. فالمهم عن الريتنج 86 بطاقه العاديه، عن الدربل 87، على طاقه الباصات 86، السرعه 78، الشوط 73. بطاقه جدا كويسه الصراحه. نزلت له بطاقه انفورم ومركزها سي دي ام، يعني كان كام والان سي دي ام، لكن ما اعرف على ليش يعني مركز السي دي ام مع انه طاقاته الدفاعيه تعتبر ضعيفه شوي. فعنا الدربل 88، الباصات 88، الشوط 75، السرعه 79. بطاقه جدا ممتازه يعني دربل وباصات وايضا السرعه كويسه. فهذا يعني بالنسبه لبطاقته بلعبه فيفا 14، عفوا فيفا 13. ننتقل على فيفا 14. مثل ما انتم شايفين بطاقته العاديه الريتنج فيها 85، نزلوه بالريتنج يعني. فالمهم عن الباصات 86، الدربل 86، السرعه والشوط 2 76. نزلت بطاقه الورد كاب او كاس العالم مع المنتخب الكرواتي، فعن الريتنج 85، نفس البطاقه العاديه ما تختلف اي شيء. نزلت بطاقه ام فورم الريتنج فيها 86، عن الدربل 88، باصات 89، السرعه والشوط 2 77. بطاقه جدا ممتازه الصراحه. نزلت بطاقة تيم اوف ذا سيزون، بطاقة ايضا جدا كويسة، عن الباصات 92، الدربلينج 91، السرعة والشوط 82. يعني السرعة تعتبر كويسة الصراحة بالنسبة للاعب سي ام، وايضا الشوط يعتبر جدا كويس. هذا بالنسبة لبطاقاته في لعبة فيفا 14. وخلينا الان ننتقل على فيفا 15، وما نزلت له الا بطاقة واحدة بس الريتنج فيها 87، طبعا البطاقة العادية. فعنا الدربل 89، دربل ايضا جدا ممتاز بالنسبه للاعب سي ام، وعنا الباصات 85، السرعه 76، الشوط 74. طبعا عنده الدفاع 71، يعني صار الدفاع عنده فوق 70. فعنا ايضا الفيزيكال 70. بطاقه جدا كويسه الصراحه بالنسبه للوكا مودريتش، وهذا بالنسبه لفيفا 15. ننتقل على فيفا 16. ومثل ما انتم شايفين الريتنج عنده 87، بطاقه جدا ممتازه الصراحه. فعنا الدربل 89، باصات 84، والسرعه 76، ابرز الطاقات. نزلت له بطاقه انفورم الريتنج فيها 89، فعنا الدربل 90، الباصات 87، الشوط 78، السرعة 77، والدفاع 73، الفيزيكال 70. بطاقة ايضا جدا كويسة الصراحة. نزلت له بطاقة اللي هي اليورو، اللي تنزل يعني اللاعبين في اليورو لما يتألق في مباراة او شيء يعني مثل هذا. فالمهم عن الريتنج 89، الدربل 91، والباصات 88، الشوط 80، والسرعة 78. بطاقة جدا ممتازة الصراحة بالنسبة للوكا مودريتش. نزلت بطاقة تيم اوف ذا سيزون، طبعا بطاقة جدا خرافية يعني الصراحة، عنده الدربل جدا اسطوري 94، والباصات 90، السرعة والشوط 82. نزلت بطاقة تيم اوف ذا يير يا حبيبي، فمثل ما انت شايفين الريتنج 93، اول بطاقة تيم اوف ذا يير تنزل للوكا مودريتش. فعلا الدربل 95، الباصات 91، السرعة والشوط 83، والدفاع ايضا 78. فشي يعتبر جدا خرافي، ويعني كانت تقريبا من افضل السنين اللي هي في لعبة يعني فيفا 16 اللي قدها في مسيرته. فهذا بالنسبة للعبة فيفا 16. خلينا الان ننتقل على فيفا 17. مثل ما انت شايفين عنا البطاقة العادية الريتنج فيها 89، تقريبا اقوى لاعب سي ام كبطاقة عادية اذا ما خاب ظني. فعنا الدربل 89، الباصات 86، عن الشوط 75، والسرعة 74. بطاقة جدا خرافية الصراحة بالنسبة لبطاقة عادية، دربل جدا ممتاز والباصات ايضا. نزلت بطاقة السكواد بيلدينج تشالنجز او التحدي بناء التشكيلات، مثل ما انت شايفين الريتنج فيها 90،
فعنا الدربل 91، الباصات 90، الشوط 81، ابرز طاقته والسرعه 75. يعني السرعه موسم عن موسم تضعف ايضا، يعني بحكم انه اللاعب بيكبر كل سنه حوالي عمره، الصراحه ما اعرف بالضبط لكن عارف انه فوق ال 30 سنه. فالمهم نزلت له بطاقه تيم اوف ذا يير، بطاقه اسطوريه الصراحه، من افضل البطاقات يعني اللي شفتها للاعبين خط الوسط من عده سنوات. طبعا هو انيستا يعني تقريبا يعني طاقتهم قريبه من بعض. فعنا الدربل 97، الباصات 96، الشوط 85، الدفاع 83، السرعة والفيزيكال 82، بطاقة جدا ممتازة الصراحة بالنسبة للوكا مودريتش، وهذا كان بالنسبة لبطاقات لوكا مودريتش في الالتيميت تيم. فبشكرك وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، ولا تنسى تكتب لي اي تعليق تحت. الله يعطيك العافية. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في فيديوهات جاية، في امان الله.